بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاوبشنال بارامتر، البارامترز اتفقنا ان هي الانبوتس اللي بنبعتها، القيم اللي بنبعتها وبتتغير كل مره لما بننادي على الفانكشن. تمام. في نوع اسمه الاوبشنال بارامتر. ايه الاوبشنال بارامتر ده؟ ان هو بارامتر انت بعت، انت حاطط فيه ديفولت فاليو. يبقى اول حاجه انت بتكون حاطط له قيمه مبدئيه، يعني انت مثلا بعت كذا وحاططها قيمته بخمسه، حاطط قيمته مبدئيه بمستر بدكتور، فلو هو ما بعتهاش هتمشي بالقيمه الافتراضيه. خلاص بعتها يعني لو بعت قيمه للبارامتر خلاص هاخد القيمه اللي هو بعتها، ما بعتش هاخد القيمه الافتراضيه اللي انت مثبتها في الايه، في وانت بتعرف البارامتر. طيب دي كده بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه في الاوبشنال بارامتر، لازم دايما يكون الاوبشنال بارامتر في اخر البارامتر. يعني لو كان في كذا بارامتر عادي يبقى الاوبشنال بارامتر اخر حاجه. تمام. ليه؟ لان كده بقى معناها ان الفانكشن ممكن، لو انا مثلا فانكشن فيها 3 بارامترز والاخير يبقى اوبشنال، يبقى معناها ايه؟ يبعت اتنين ويسكت، يبقى التالت انا فهمته، او يبعت الاول والتاني والتالت، يبقى كده بقى الاوبشنال ما بقاش اوبشنال، ما بقاش اختياري، هو بعته. تمام. فلازم يكون في الاخر، ما ينفعش يجي في الاول. طب لو كان في اكتر من اوبشنال بارامتر لازم يجوا ورا بعض ويجوا في الاخر برضو، عشان برضو ايه، نفس الحركه، اقدر ابعت لو في اتنين اوبشنال يبقى ده وده اساسي، والتالت والرابع هم الاوبشنال. فلو هو بعت الاول والتاني، او بعت الاول والتاني والتالت، يبقى عرفنا التالت ترتيبه، او بعت الاول والتاني والتالت والرابع، خلاص دي الاوبشنال. ايه دي الاوبشنال بارامتر، وترتيبهم لازم يكون كلهم في الايه، في الاخر. اخر حاجه احنا ممكن برضو نخلي الاوبشنال بارامتر ده يبقى اري او كوليكشن او كده، يعني بحيث ان نقدر نبعت عدد غير محدود من الايه، من البارامترز، او نحط قيم محدده في الايه، في الاري او في الكوليكشن. ده كان مفهوم كده الاوبشنال بارامترز.